اهلا بكم معنا في هذه الفقره، فقره مهمه يعني في رايي، يعني وانتم ان شاء الله هتحسوا انها فقره مهمه لانها خاصه بالناحيه الصحيه والطبيه، وخاصه بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، وكمان في نفس الوقت التشخيص لبعض الامراض الخطيره زي مثلا الحمله اللي كانت عندنا احنا لاهتمام مرضى فيروس الفيروسات اللي في الكبد. والحمله دي لما كان يكشفوا على المرضى اكتشفوا ايضا ان بعض المرضى الذين يعانوا من فيروس سي في الكبد لديهم كميات كبيره جدا من الاورام ما كانش معروفه طبعا، وده استلزم حاجه يعني تسمى بالعلاج التشخيصي، الاشعه التشخيصيه، واللي هنتكلم عنه النهارده وازاي دور هذه الاشعه التشخيصيه او العلاج التشخيصي في اكتشاف هذه الاورام وايضا بعض الامراض التي لا تكون قد معروفه يعني في جسد الانسان. عشان كده مشرفنا النهارده حقيقه، وجانا مخصوص من جامعه كفر الشيخ الدكتور محمود عبد العزيز، استشاري ومدرس الاشعه التشخيصيه والتداخليه بجامعه كفر الشيخ. الحمد لله على السلامه وشرفتنا. صباح الخير. طبعا يعني جهود مبذوله حقيقه دكتور محمود، ومهمة جدا هذه النقطة أو هذه الفقرة في صباحنا المصري لما تكلم على الأشعة التشخيصية أنها ممكن تكتشف أورام أو أمراض أو يعني علات صحية قد لا تكون موجودة في جسد الإنسان. دي حقيقة. وده اللي كشفه طبعا الحملة اللي كانت في مصر عندنا لعلاج فيروس سي وكمان فيروس كورونا. هو طبعا زي ما حضرتك قلت يعني وشرفنا أكون موجود معاكم، الحملة اللي كانت موجودة بتوجهات الدولة من 2017 للكشف على فيروس سي وعلاج معظم أهلينا اللي بيعانوا من فيروس سي، لأن هو بيبقى ليه تأثير في إحداث تليفات في الكبد اللي بيتبعها بعد كده حدوث نتوءات في الكبد بعضها لا قدر الله بيقلب أورام خبيثة. ومن اسم الورم الخبيث معروف ان هو للاسف نهجه انه ما يعملش اي مشاكل في الجسم الا بعد ما يكون يعني المريض ما يحسش بيه، ما يحسش بحاجه للاسف. دايما الجمله دي بتيجي من كل اهل مريض يقول لك ازاي يا دكتور ده كان ممتاز، ده ما عندوش اي حاجه، لا يعاني من شيء. الخطوره انت مره واحده اكتشفنا الكلام ده بالظبط. هو ده اللفظ العام لمرض خبيث، وده الرد اللي بنرد عليه، بنقول له اللي بيبقى عنده حصوه في الحالب بيصوت. فهي حصوة بيبقى في انذار، بس ليك انذار تتعامل معاها عشان تنقذ الكلى. لكن الاورام الخبيثه مش مفروض، ودي رساله يمكن نفسي نطلع بيها من البرنامج، ان احنا نسيب نفسنا بدون اي متابعات. والخوف من موضوع فيروس كورونا خلى الناس كلها خايفه حتى تروح للمستشفيات العامه، خايفه انها تروح لاي مركز طبي اي مؤسسه صحيه عشان ما يقولش عدوى الكورونا. وهنا حصل الكونفليكت او اللي بنسميه الصعوبة، ان الحالات لو اتسابت بدل ما كان نكتشفها بدري زي ما حصل في فترة 2017، السكرينينج اللي اتعمل ده او الفحوصات العامة من الاشعة التشخيصية سواء كان بدايتها الموجات الصوتية او الاشعة المقطعية ثلاثية المراحل على الكبد او الرنين المغناطيسي اللي بالصبغة، كان بيتم تشخيص الاورام في احجام بدري جدا، ويبقى كل سبل بالظبط كل سبل تعرف العلاج بتحصلها على طول، سواء كان زراعة الكبد كان موجود او استئصال الكبد الجراحي مع زمايلنا استشاريين الجراحة موجود، او حتى العلاج عن طريق الاشعة التداخلية اللي هو تخصصنا دقيق، ان احنا نستخدم اجهزة الاشعة سواء كانت القسطرة او الموجات الصوتية في ان احنا نوصل بالقساطر لحد الورم ونحقنه بدون الاحتياج للجراحة او التردد الحراري اللي احرق الورم في مكانه. بس ده شرطه الاساسي ان انا الحق العيان والورم 2 او 3 سنتي، مش هسيب الورم بقى 6 سنتي و10 سنتي وبدل البقره 3 4 بقر، وبدل ما يبقى الوريد البابي سليم لا ده في جلطة خبيثة في الوريد البابي. وده تاني التحذير اللي احنا بنقول عليه، ان احنا نهتم بان المريض ياخد المصل. طبعا في انواع من الامصال منها الحاجات الكيلد فاكسين اللي هي ما فيش فيه خوف على المرضى ضعاف المناعه من هم ياخدوها. الغرض منها بعد كده ان المريض ده لازم يمشي على رجم كل 3 شهور انه يبقى فيه زياره للطبيب المختص بيه سواء كان طبيب الاشعه التداخليه او طبيب الكبد، ويتعمل له سكريننج موجات صوتيه عشان تلحق اذا ظهر حاجه جديده. حتى فكرنا دكتور محمود بقى حتى اللي عمل كشف الفيروس سي في الحمله اللي فاتت لازم يدخل كمان كل شويه يروح يكشف بقى عشان ما يجيلوش تاني المرض، عايزين او عشان كمان ما يبقاش في عنده خلايا سرطانيه. رساله يمكن اتفهمت غلط من عوام الناس، يا ريت نهايلايت الحكايه دي او نتك عليها. ان المريض اللي اكتشفنا عنده فيروس سي واخد علاج فيروس سي وده ممتاز، احنا عالجنا فيروس سي من الدم، لكن تاثير فيروس سي على خلايا الكبد ما زال الفيروس بيحط الدي ان اي بتاعه جوه خلايا الكبد وان الكبد حصل فيه تحور ما بيحميش العيان من يجيله ورم. بالعكس، هو انت مفروض الحمد لله الاساس في علاج فيروس سي ان الاب ده كان بيعمل اصابه للام وبيعمل اصابه للابن وبيعمل اصابه يعني للخال باستخدام الادوات، احنا في البدايه بتاع المرضى الذين يعانوا من فيروس سي ويبقى ده عنده تليف وابنه وهكذا، فاحنا بنكسر السايكل دي بعلاج فيروس سي عشان ما يتنقلش عن طريق الدم
والتعليمات العامة للهيجين ان انت ما يبقاش فيه موس بنستخدمه كلنا. لو انا رايح للحلاق يبقى انا معايا ادواتي الخاصة بيا لو انا يعني معروف، حتى لو شوفي من فيروسي يعني ناكد تاني متابعة الكبد المتليف طبعا لازم يتابع، لازم يتابع، لان مش معنى ان الفيروس ده انا تحليلي بقى سلبي ان انا كده مش هيجي لي ورم في الكبد، لا قدر الله. المريض اللي اتعالج من فيروس سي لازم يستمر على المتابعات الدورية زيه زي اللي متعالجش او لسه ما اكتشفش. فانت بتتابع حاجتين، المفروض تعمل تحليل دورية ان انا ما اصبتش بالفيروس، ولو اصبت واتعالجت اتابع عادي جدا على الكبد بتاعي كل 3 شهور عند حد ثقة في موجات صوتية على الاقل. لو حس باي حاجة في الكبد من خشونة الكبد او نتوءات لازم يعمل اشعة تشخيصية بالمقطعية. ايه مشكلة بس خليك معايا دكتور محمود، برضو في الواقع يعني برضو الاشعة التشخيصية والموجات دي تبقى مكلفة، فهنا بقى المريض بيحجم على انه يروح يعمل هو يمكن حاجتين. هو برضك هي موجوده، يعني احنا عندنا جامعه كفر الشيخ ما شاء الله جهاز 360 مقطع تقريبا مجاني للمرضى، يعني في مجاني حتى للعلاج بالاجر، حاجه رمزيه جدا يا دوبك ثمن الصبغه تقريبا اللي بتدفع وبتخدم شريحه كبيره جدا. يعني عندنا اهلنا في كفر الشيخ للاسف التليف وكان اورام الكبد منتشر، فان انت حضرتك تيجي تعمل الفحص ده وتطمن على نفسك في جهاز من اعلى الاجهزه اللي موجوده في مصر الحمد لله رب العالمين. طب لو طلع فيه عندنا علاج على نفق الدولة، عندنا التأمين في جامعة كفر الشيخ بنعالج الحالات دي سواء عن طريق الأسطرة في جهاز عندنا FD20 ده من أعلى أجهزة الأسطرة على مستوى مصر الحمد لله والعالم، وبنشتغل الموضوع بتقنيات عالية جدا بأساطر متناهية الصغر أو التردد الحراري برضك عملناه في جامعة كفر الشيخ الحمد لله رب العالمين بدعم من رئيس الجامعة عندنا دكتور عبد الرازق أجهزة على رئيس الجامعة دكتور محمد. وده مهمتك إعلام نحن نبرز إن فعلا في الجامعات عندنا المصرية الحكومية موجود فيها أجهزة والناس تروح، في أجهزة وفيها ستاف محترم جدا وفي خدمة بتتقدم، بس العين لسه خايف من الهيدك أو من الخوف بتاع مرض الكورونا. فإحنا بنقول أنت تاخد بالأسباب، تنزل بالماسك بتاعك، الحجز يبقى بمواعيد، ما يبقاش في أوفر كراودينج، الطبيعة العامة أني أنا آجي أنت مثلا دورك العاشر مش شرط تقف على الباب ونبقى كلنا فوق بعض، بالعكس تزحر. احنا دلوقتي بقى موجود عندنا في الجامعه اوبن اريا، الويتنج كله في اوبن اريا في الجامعه عندنا، بحيث يبقى انت قاعد حضرتك واللي بيدخل هم الاثنين او الثلاثه اللي عليهم الدور، يبقى اللي داخل الرنين هو اللي بيدخل، اللي داخل المقطعي يدخل، اللي داخل اشعه السونار يدخل، لكن مازال شويه انا عايز ابقى كاني لو وقفت دي الحاجات اللي احنا بنقولها اللي نفسنا تتغير. هنا بقى ضعيف المناعه تعال معاهم ازاي؟ بص حضرتك احنا بنبقى حريصين، ويمكن دي ميزه بقى من مميزات الاشعه التدخليه. الكونسبت العام ان ضعيف المناعه لو اتكتب عليه ان انا عندي ورم في الكبد، فكانت الطريقه التقليديه ان انا هدخل اعمل عمليه جراحيه مهما انت حاولت بتاخد بالاسباب وبتعزلني وبتدخلني لوحدي وكده، بس في الاخر انا هقعد في المستشفى تقريبا ممكن من 6 لـ7 ايام عشان انا عبال ما يتعمل الشق الجراحي واطلع بدراني وممكن ادخل عنايه يوم او حالات زراعه الكبد. طب انت دلوقتي الاشعه التدخليه دي الهوسبيتال ستاي لا يتجاوز 3 أو 4 ساعات، يعني بتدخل في غرفه خاصه بعد كده بتدخل غرفة الأسطرة بعد كده بندخل عن طريق الأسطرة تقريبا في نص ساعة ساعة إلا ربع، يبقى الدكتور حقن لك البقرة دي بكمية دواء. هو علاج كيماوي موضعي ملوش تأثير العلاج الكيماوي اللي الناس بتخاف منه، لأن زمان كنت تدي الكيماوي ده في الوريد كمية التأثير والآثار الجانبية بياخد وقت كمان كتير جدا ده ممكن جلسات من 6-7 جلسات كل جلسة الفرق ما بينها 3 أسابيع والجلسة بتاخد وقت. لكن انت دلوقتي بتدخل لوحدك تخرج في اوضه تقعد ساعتين وبعد كده تروح البيت في نفس اليوم سواء كان تردد حراري او كان علاج عن طريق القسطره. فحتى لو احنا مريض مناعه لما بروح في الاكسلنس سنتر او بروح في المركز في مستشفى محجوز لي لاجراء الاشعه التدخليه، يمكن دي قللت الهوسبيتال ستاي وادت شويه تفوق على مستوى العالم مش بس في مصر لقصه ان انت المريض لو تقدر تعمل له اجراء، الاجراء ده يقلل فتره جلوسه مش بس الاورام الكبد، يعني دلوقتي حتى الاورام اللي فيها في الرحم تتعالج عن طريق الاشعه التدخليه، تضخم البروستات الحميد بيتعالج عن طريق الاشعه التدخليه بالقسطره، الحالات بتاعه الغدد الدرقيه ونتائج الغدد الدرقيه ليها تردد حراري، فبدل ما كان في جراحه وهيبقى فيه يوم او يومين او ثلاثه، انت عارف بره برضك بيهتم قوي بحكايه العيان ده هيقعد قد ايه، هياخد اجازه قد ايه، هيبعد عن شغله قد ايه، لان الدوله في الهيلث انشورنس بره بتتحمل كل الكلام ده. فانت وقفت عن العمل كبرودكتيفيتي في نفس الوقت هيبقى قعدتك في المستشفى مكلفه والفتره اللي هتقضيها في البيت، بل بالعكس دلوقتي ابتدى في انطلاق ان يبقى في حاجه اسمها الخدمه المنزليه، ان في اشعاعات بتتعمل في البيت سواء كان، وده يمكن وصلت في اسكندريه عندنا مركز من اكبر المراكز ما شاء الله
اسمه كروس كان في فترة كورونا دي وفر خدمات جليلة للمرضى، حتى مريض الكورونا بيروح له أجهزة تعمل له الأشعة، إن إحنا بنبقى خايفين من نزول العيان وخروجه إنه يتنقل في المواصلات العامة وإن هو يستنى، والحالة اللي هي التحاليل بتاعتها اللي بتتسحب في البيت أو الأشعة بتاعتها اللي بتتعمل في البيت والبلس أوكسيمتر اللي بنقيس بيه نسبة الأكسجين في الدم اللي يثبت إن العيان ده تعبان، هو ده اللي تروح له عربية إسعاف مجهزة تاخده وتطلع بيه على مستشفى العزل. طب لو نقدر نعالجه بيتابع معاه استشاري الصدرية وبيتعمل له أشعة عادية في المنزل. وكان في على فكرة العلاج بالتليفون ده كان جميل جدا ومنتشر في الفترة الأولى، في الفترة من الأولى من كورونا كان فيه طبعا بصراحة خدمة جميلة جدا يعني في الدكاترة المتطوعين وما زالت والله، وحملة مصر كان فيه كذا طبيب شاركوا فيها على مستوى مصر بالكامل ان يدوا استشارات وان يحاولوا يفهموا، بس طبعا انا ما اقدرش ادي استشارة بدون ما يبقى معايا تحليل واشعة. فكان الاول الايرا بتاعت طفرة ان بقى نقدر نوفر اجهزة سواء كان سونار او دوبلر او ايكو، يعني هنا حكاية ان الناس دي بتعمل تحليل او اشعة دكتور دي نقطة مهمة عايز اركز عليها، لان كل ما تروح لاي دكتور دلوقتي يقول لك اعمل اشعة، ما هو فالمريض يقول لك لا ده هو عايز لا لا يكلفني وعايز بص حضرتك اكيد هو معاه مركز اشعه، بس في النقطه دي هقول لحضرتك على حاجه. مريض عنده دور برد ومريض عنده كورونا والاعراض متشابهه، انا هقعد ده من البيت من اسبوعين لثلاث اسابيع ومش هيختلط بحد. هل ده ملهوش افكت على حضرتك؟ يعني ايا كان ثمن فحص الاشعه المقطعيه اللي بدون صبغه اللي بتتعمل لو هيتراوح على حسب، ممكن في مستشفى لو قلنا بالاجر عام هيعمل 300 400 جنيه او في مركز خاص ب 800 جنيه كمثال. هل ده هيقعدك اسبوعين بدون شغل وتاخد كورس علاجات، ولا تختلف ان انت تبقى مطمن على نفسك وولادك ومراتك ووالدك ووالدتك وجارك في امان حتى؟ وبالتالي احنا لازم نساعد بعض عشان نلمت الكلام ده، او هتعمل تحليل وكان البي سي ار كتحليل غالي غير ان في فولس نيجاتيف في البي سي ار، بس احنا برضك ضد الابيوز او استخدام السيء للاجهزه الاشعه اللي في الاخر في تعرض للاشعه كراديش. يعني ما ينفعش بقى واحد اكتشف انه كورونا كل 3 ايام الاقيه مصور لي معلش ما هيصاب او دكتور محمود هبعت لك على واتساب الاشعه دي قول له انا اتحسنت ولا لا، قول له انت نسبه الاكسجين عندك كام، يقول لي 97%، قلت طب ليه تروح تاخد اشعه مقطعيه تاني؟ ده قوه تعرضك للاشعه المقطعيه ما يعادل من 150 ل 200 مره تعرض لفيلم اكس راي، تعرف ذاك الاشعه العاديه الفيلم بتاع زمان ده، لو انت بتعمل اشعه مقطعيه قوه التعرض للاشعه ممكن يوزن من 150 ل 200 مره بس على جلده وعلى جسمه بالظبط. فلو انت بتعملها مره اضطراري عشان نشخص وتاخد فتره العزل ماشي، طب الامور بتسوق ممكن افكر اعمل تاني، طب الامور مستقره وماشي كويس والعلاج له نتيجه مفيش حاجه اسمها انا هتابع نفسي عشان انا مقتدر بقى والعكس دي بتشوفها. انا مش فارق معايا انا عايز اطمن على نفسي، لا انت هتخلص من حاجه وندخل في امراض بقى لا قدر الله الدم زي اللوكيميا والليمفوما، لان كتر التعرض للاشعه والابيوزنج بتاعها ده مش صح خصوصا في الاطفال. بردك انا عندي الطفل الحمد لله معظم اعراضهم بتبقى بسيطه جدا، فما تجيش انت كاب تقول ايه تقوم جاي رايح انت والزوجه والاطفال وتلاقي طفل عنده 6 سنين ما عندوش اعراض بيقول لك بنطمن عليه، لا طبعا الله ده اسمه استخدام سيء هوس بيبقى هوس عند بعض الناس بالظبط. ففي جزء زي ما حضرتك بتقول خايف انه يعمل الفحوصات عشان خاطر الخوف من الكورونا فده اخره في اكتشاف العلاج زي اورام الكبد وحاجات غيرها. انا ممكن اصبر على تضخم حميد في البروستاتا او على اورام ليفيه واقول لما الامور تهدى، لان ورم حميد لكن اورام الكبد الخبيثه صعب حضرتك في 3 4 شهور الموضوع بيتغير، وبدل ما كان هيبقى فيه علاج للاسف هنخرج من طاقه العلاج بتنتشر بسرعه، فهو التوازن في كل حاجه في الدنيا ده الاساس فيها. هنا تبقى بقى الـ يعني الكوادر البشريه المدربه على التعامل مع الاجهزه، لان انت برضه دكتور لما تروح مثلا لواحد بيعمل اجهزه اخصائي يعني صح تمام اشاعات وكده ممكن يتخيل يشخص المرض ويقول لك عندك كذا، واحد ما يعرفش يقول للدكتور، فهنا بقى الكوادر البشريه المدربه على التعامل مع مثل هذه. بص حضرتك هي دي طبعا مش هقدر اقول لحضرتك ان افري ناو زين او في اي كل وقت احنا محتاجين نطور ونعمل دورات تدريبيه عشان نزود الكوادر البشريه، عشان تقدر تستفيد ما شاء الله من كميه الاجهزه اللي موجوده عندك على امتداد وزاره الصحه وعلى امتداد الجامعه، في جامعات كتيره فتحت دلوقتي وبتلاقي عدد الكادر البشري اقل بكتير جدا من الخدمه المفروض تقدم، وفي في وزاره الصحه تلاقي في بقى توزع من نايب جديد اخذ التوزيع بس ما فيش حد هناك اكبر منه يعلمه للاسف. فهو موضوع التدريب ده اكيد ده من توجهات مفروض دوله الفتره الجايه، ان انا عندي عدد اتخرج العدد ده هيتخصص، العدد ده لازم نحط له يعني بروجرام، عشان كده يمكن الزماله المصريه طلعت الفتره الاخيره عشان يبقى فيه شويه توازنات مع الجامعه، بس انا اتمنى يبقى فيه تعاون اكتر ما بين المؤسسات الجامعيه وما بين الزماله المصريه عشان نقدر نزود اعداد المتدربين وعشان يبقى برنامج تدريبي حقيقي، وعشان الناس دي لما ترجع وزاره الصحه تتوزع على مستشفيات وزاره الصحه اللي على مدار اماكن مختلفه تغطي شريحه اكبر من الناس، خصوصا الاماكن دلوقتي بقت في المناطق يعني كورونا ما بترحمش في كل مكان صحيح. يعني فانت فعلا عايز يكون عنده في الحته اللي هو موجود فيها الخدمه دي، فالموضوع بس مش توفير اجهزه، لو توفير اجهزه زي ما حضرتك بتقول الهيومن ريسورس عندك اجهزه وعندك مستشفيات ضخمه
بس ما عندكش الكادر اللي شغالها. يعني ده توازن برضك مطلوب جزء منه يعني علينا في ان احنا نحاول نطور من مستوانا. انا بفتخر والله ان. طب هل الاعداد الموجوده في الجامعات والمعاهد بتكفي وخاصه في الناحيه الاشعه دي ولا برضه في نقص كبير يعني؟ بص يعني هقول لحضرتك احنا مثلا في جامعه كفر الشيخ الامور متوازنه الحمد لله رب العالمين، بس مثلا في مستشفى على مستوى مصر ما انا بقول لحضرتك في مستشفى طوارئ جديده مدعومه من الدوله، مش عايز اقول لحضرتك على مساحه 4000 متر 8 ادوار، لا دي لو هتفتح لازم نطلب كوادر، لان انا هوفر خدمه 24 ساعه قبل ما تفتح، اخد بقى كل منطقه كفر الشيخ دي كبيره جدا، يعني بتتكلم عن دسوق والحمول والرياض وكده، فازاي كل ده هيبقى في مستشفى طوارئ اولى فصادق هتفتح؟ فساعتها لازم يكون في ضخ تعاون من الدوله وتوفير فنيين وتمريض ودكاتره، مش بس في الاشعه في جامعه التخصصات. يعني لو انت عندك 4 لا لازم تخليهم 16، لان كلمه طوارئ كلمه 24 ساعه كلمه اعداد، وده الحمد لله رب العالمين، يعني اتمنى ان تكون الاداره ماشيه فيه بقوه الفتره الجايه عشان فعلا الخدمه تستمر على ما هي عليها. احنا بنفتخر في جامعه كفر الشيخ رغم ان بقى لها 6 سنين الا ان هي مشت ورا جامعات عريقه في مصر زي عين شمس واسكندريه والمنصوره والقصر العيني. يعني احنا الحمد لله يعني هو قرب المسافات برضه المحافظات فيها جامعات بيخليك تتبادل كوادر. انا اساسا خريج جامعه اسكندريه، انا فعليا خريج جامعه اسكندريه ماجستير ودكتوراه ودراسه، فافتخر ويمكن 30% من قوه التعيينات في جامعه كفر الشيخ من اسكندريه وجزء منها الثاني من المنصوره وجامعتين الحمد لله رب العالمين، والباقي من جامعه طنطا وجامعات اخرى برضك عريقه، لكن انا قصدي ان الكوادر اللي راحت لكفر الشيخ، واتمنى ان كل الجامعات الجديده اللي بتفتح تستفيد من الكوادر اللي في الجامعات القديمه وتمشي على السيستم القوي بتاعها، لان ده هيديها تبادل خبرات ما بين جامعات مختلفه، وفينا ناس اللي سافر انجلترا واللي كان في المانيا واللي كان في ايطاليا ورجعوا ببعثات الحمد لله، يمكن احنا قسمنا عندنا واحد في انجلترا واحد في المانيا رجعوا والثالث في ايطاليا ان شاء الله يرجع بالسلامه. يعني بيجيب لك فعلا خبرات فما شاء الله، يعني لا كوادر الجامعه عندنا طيبه وفي دعم من الجامعه، يعني احنا عندنا نائب رئيس الجامعه محمد عبد العال وهو استاذ جراحات القلب والصدر بصراحه داعم جدا، دكتور طه اسماعيل حاليا استشاري جراحه برضك داعم جدا لاي حد تجيله فرصه سفر تعليم بعثه تدريب، ما بيتاخروش خالص الحمد لله في ان انت تجوين عشان تاخد الخبره دي وترجع بيها للمكان اللي فيه فاسيلتيز. لكن تاني هنكرر كل ما الاعداد تزيد وكل ما الكوادر دي تزيد سواء كان التدريب او خبره مع توفر الفاسيلتيز بتاعتها مع الاستفاده بالخبرات السابقه اللي جايه من جامعات اخرى، ده هيدي للمناطق النائيه او للاماكن الجامعات الجديده فرصه اقوى انها تاخد حقها ان شاء الله، ونامل ان قدرنا اوصل للخدمه. انا بس قلت لحضرتك انت مريض الكبد بقى بيبقى حتى لو يعني شوفي بيبقى برضه عنده مناعه ضعيفه او ممكن ينتقل زي ما قلنا طبعا للكبد ضعيفه ويؤدي الى تليف، هنا بقى ازاي يقي نفسه مريض الكبد من كورونا او عنده مناعه ضعيفه وعنده مرض في الكبد؟ بص حضرتك احنا مش بنقول ان وهل اللقاحات اللي ممكن ياخدها دلوقتي يعني امنه بالنسبه لمريض الكبد ولا برضه هي طالما الكتورة. زي ما بقول لحضرتك لقاحات زي الساينوفارم او الحاجات الصيني دي بتبقى امنه ان هي خفيفه بس انا انصح بيها طبعا، ان ده اولى من ان انت ما تاخدش مناعه خالص ولا قدر الله يجي الفيروس مع مناعتك الضعيفه اكيد عشان يبقى خط الدفاع ليك الحاجه الثانيه هو ما لا يدرك كله لا يترك كله، فانت دلوقتي احنا بنحافظ عليك في التنقلات ونحافظ عليك في لبس الماسك وان انت المجهود بتاعك يبقى قليل وان حيز الناس اللي بيدخلوا عليك، لكن انا دايما انصح بالبيئه المفتوحه. يعني للاسف عندنا مثلا في اسكندريه حكم الاقامه الاوفر كراودنج لما تيجي تشوف في المناطق اللي زي قلب المدينه مزدحمه، انت كفايه الاسانسير اللي هتركبه في عماره 13 دور كل دور فيه 10 شقق، يعني الاسانسير ذات نفسه كارثي، في حين انت لما تطلع للمناطق المدن الجديده زي مثلا عندنا دلوقتي بقى برج العرب والكينج والحته دي، لا كميه التهويه والاريشن والاوفر كراودنج وان انت تبقى الاسره او العائله في حيز ده بيدي نسبه امان. فهو غالبا لازم برضك الناس الفهم والكونسبت يستفيدوا من الاماكن اللي بتفتح والمدن الجديده دي، لان هو ده الحل الاساسي للي احنا بنعاني منه. ماشي التكدس يعني في التكدس ده حت مهما اخذنا بالاسباب، انا بخايف على والدي فما بنزلوش، بس انا طلعت الاسانسير ونزلت ما انا راجع له محمل بالفيروسات يعني صحيح. فانت بتقي نفسك وهو بيقي نفسه، لكن الاوبن اير او الاماكن المفتوحه دي هتبقى حل جذري مع اللقاحات مع ان احنا ناخده بالاسباب في الحاجات العامه الهيجين الكحول الماسك وهكذا. هو ده مهم جدا طبعا، يعني وزي ما قلت حضرتك ده بيخلينا بقى احنا ننتقل لمناطق الواسعه بقى مصر خلاص يعني ما شاء الله عندك كل حته في كل مكان دلوقتي ومدن ومساكن وغيره. على احنا سعدنا بوجودك معانا وبنشكرك على هذا اللقاء الطبي المهم جدا اللي كان في حضرتك على يعني اهميه الاشعه التشخيصيه والتداخليه وخاصه لمرضى الكبد وازاي تعامل مع كورونا. اشكرك ضيفي العزيز شرفتنا النهارده من كفر الشيخ دكتور محمود عبد العزيز، طبعا استشاري ومدرس الاشعه التشخيصيه والتداخليه بجامعه كفر الشيخ، كنت معانا ضيف كريم شكرا حبيبي. شكرا لك، صباح الخير.